الشريعة ما فهمناها كيف تتطبق أيامنا هذه، لأنه ما قدرنا نربط أحكام الشريعة كيف. في أمريكا في القرن 17 و18 كان الاقتصاد مزدهر، لأنه ما كان في بنك مركزي. أول ما صار في بنك مركزي بدأت كل المشاكل المالية تظهر. تطبيق الشريعة اللي بحاول أبينه في قص الحق، نحصل على مجتمعات بعلاقات سهلة، براحة، حياة سهلة، بإنتاج غزير. الآيات الثلاثة هذه، الغنائم صدقات الفيء، إذا تقرأها كلها أموال تذهب للناس ما عدا الخمس أو خمس الخمس، مال قليل جدا، وهذا له أيضا مصرفه، وهذا فصل دولة الناس والأموال، يوضح هذه المسألة إنه بيت المال دائما خاوي. لكن لا يعني هذا غض النظر عن تعريف الناس وتوعيتهم بحقوقهم. أنت يا مسلم لك حق إحياء الأرض، أنت يا مسلم لك حق أخذ المعادن، أنت لك حق الصيد. ما رأيك أن نقلب المسألة ونسأل السؤال التالي: ماذا يعني عدم تطبيق الشريعة في عالمنا الآن؟ والشريعة تؤدي إلى مقصوصة حقوق لن يؤدي إلى ظهور أي عاقل أبداً، فرص العمل دائماً موجودة.